أيام عصيبة يعيشها المقدسيون فترة الأعياد اليهودية نتيجة فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة وقيودا على الحركة والتنقل بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين. هذه الأعياد التي تستغلها حكومة الاحتلال لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، فمنذ بدء أعيادهم الدينية اقتحم مئات المتطرفين باحاته وأدوا صلواتهم التلمودية وغنوا النشيد الوطني الإسرائيلي لاستفزاز المصلين. أكثر من 1000 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بطريقة استفزازية وخطيرة، وشهدنا جل هذه الاقتحامات أن كانت مجموعة من هذه المتطرفين قاموا بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى، تحديدا عند باب الرحمة، وشهدنا حجم المتطرفين الذين ألقوا نفسهم على الأرض وقاموا بالصراخ وأداء صلوات تلمودية بصوت عالي مرتفع ليستفزوا كل من تواجدين، وشهدنا الهجمة الأخطر من ذلك هي تواجد رجال المخابرات في طيلة أيام هذا العيد اليهودي، كانوا يتواجدون ويقومون بتصوير كل من يتواجد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وحجم الاستدعاءات والإبعادات عن المسجد الأقصى كان أيضا كبير جدا. هذه الاقتحامات التي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم تمهد لمرحلة خطيرة يحقق فيها الاحتلال أهدافه الصهيونية لبسط سيطرته على المدينة المقدسة وتحويل الحرب من حرب سياسية إلى حرب دينية. ركيزة وحيدة التي تضمن دحر هذه الأخطار عن مدينة القدس وهو وجود المقدسيين المتنامي المتصاعد ودرجة الانتماء العالي في البقاء والصمود على هذه المدينة، لأن المدينة وأهلها وجدوا أن بقاءهم فيها هو الضمان الوحيد لعدم امتداد هذه السيطرة وهذه السيادة الإسرائيلية، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية الدولية وبعد المشاركة المباشرة الأمريكية في جميع الخطوات الاحتلالية التي يقوم بها هذا الاحتلال. إجراءات قمعية تمارس يومياً بحق المصلين والمرابطين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن مسجدهم، فيتصدون بكل قوة لاقتحامات المستوطنين الذين يزدادون تطرفاً وعدوانية بحماية شرطية مشددة. هي سياسة استفزازية عنصرية تنتهجها حكومة الاحتلال مستغلة الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد يقضي بتقسيم الأقصى زمنياً ومكانياً. من باب الأصبات والبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.